الزغروطه طلعت في شيمك. النهارده هنجرب الهشتكه والمسخسخه والزغروطه. السلام عليكم، ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. ناس كتير عماله تبعت لي انت فين يا سعد من اول رمضان؟ ليه ما جربتش حلويات رمضان السنه دي؟ وليه ما جربتش ترندات رمضان السنه دي؟ بقول لك يا صديقي ان انا من اول رمضان وانا ماسك طبق القطايف، سايب بقى الخناقه بتاعه المتقطقطه والمتبطبطه والحاجات دي، وانا قاعد ماسك طبق القطايف قدامي وعمال اتفرج. النهارده الحمد لله 5 رمضان قدرت افوق من اوفر دوز القطايف لانها كانت وحشاني فعلا، وقلت اشمعنى انا بقى، خلينا نجرب حلويات رمضان السنه دي. اول فيديو هنجربه السنه دي هو الملكي. الملكي نازل 3 حاجات جديده، هما حاجتين جداد وحاجه كانت قديمه وعدل فيها كده شويه، الهشتكه والزغروطه، ومنزل المسخسخه بس بالكنافه، وجايب شويه معايا. اسامي الحلويات السنه دي مريبه شويه. خلينا نبدا باول حاجه هي الهشتكه. الهشتكه دي سعرها 50 جنيه، تبقى عباره عن كيكه باللبن عليها كنافه بالكريمه بخلطه الملكي، مرشوش شويه فستق كده من فوق. بصراحه دي ريحتها حلوه جدا وشكلها مغري كده. طبقه كيكه وطبقه كنافه والفستق. طبقه الكنافه هي اكبر طبقه فيهم، فيها واخده لون كده برتقاني شويه. بسم الله. هو اللي تحت ده طلع لبن مش الكريمه، الكريمه محشيه جوه الكنافه. عارفين التريليتشي؟ التريليتشي اصلا بتبقى كيكه مسقيه لبن مع كنافه، يعني هو واخد حته تركي على حته كنافه بمناسبه رمضان. عجينه الكنافه بالكريمه لوحدها مش مسكره قوي، ودي حاجه بصراحه انا بحبها في الحلويات، لو ما تدينيش سكر كتير لا، يعني السكر بتاعها مظبوط جدا. الميكس بقى اللي تحت اللي هو الكيكه باللبن، هو طعمه لوحده مش جامد قوي، بس طعمه مع الكنافه ميكس كده كله في بعضيه حلو. فدي الهشتكه. خلينا ندخل بعد كده على المسخسخه. المسخسخه دي كان نزلها من فتره، انا بصراحه ما كنتش جربتها ساعتها. الراجل قال لي في المحل ان هما منزلينها جديده بالكنافه، يعني رشين عليها رشه كنافه كده من فوق. يا معلم المسخسخه، طبقه كنافه من فوق، طبقه كريمه، برده في كيكه من تحت ومسقيه لبن طريه عن اللي قبلها قوي. هو موضوع كيكه طالع ترند ولا ايه؟ انا مش فاهم. كيكه وكراميل وكنافه. الكنافه هنا رشه كده من فوق، مش زي اللي قبلها طبقه كنافه، كيكه طعمها حلو قوي، عامله زي طعم كيكه نايتي بتاعت زمان، بتاعت التسعينات دي، اللي هي كيكه وتحسها طريه قوي كده. كيكه لما بتتسقي لبن بتحس ان هي تلكمك كده، او معرفش بقى عشان انا لسه فاطر، حاسس ان انت يعني مش هتعرف تكمل دي كلها لوحدك، او هتعرف تكملها لوحدك بس هتسد بطنك. هنا هو مش معتمد على السكر قد ما معتمد على صوص الكراميل والعسل، هما دول اللي ظابطين السكر بتاع القصه دي كلها. برضو الكنافه من فوق واخده زي لون برتقاني كده. المسخسخه الكنافه دي سعرها 48 جنيه. نيجي بقى لاخر حاجه، ودي اكتر حاجه لافته نظري كده، دي اسمها الزغروطه. قلت لها كذا ريفيو كده ولقيت الناس كلها عماله تزغرط، واضح ان في فرح يعني عند الملكي. هو ده شكلها كده، وفيها حفره من النص مليانه لبن، عيش صرايه متعسل على طريقه الملكي، محشي بكريمه البلح وقطع بلح وعليها كريمه فستق. بالنسبه للفستق فهو موجود بصراحه، بس تقريبا بتاعها مالت مني. القصه دي بقى بلح في بلح في عسل من جوه كده الحفره دي. بصوا في دي كريمه البلح ده كده. في يا اسطى بسم الله. بس العيش، عارف لما تحط البقسماط كتير في الشاي ويبوش منك؟ ده نفس احساس القطمه، طعمها معسل شويه، تحس ان هو تقيل في بقك، وتحس انك بتاكل تمر، بتاكل حاجه فيها تمر جامد، مفيش تمر نفسه، مفيش قطع تمر نفسها، وهتحس انك بتاكل عيش، يعني فايش مثلا دايب في لبن، ما يعتبرش حاجه حلوه قد ان هو يعتبر حاجه مختلفه شويه في رمضان، بس هو مش حاجه حلوه، مش حاجه تحلي بيها. ممكن تديك طاقه عشان قصه البلح وكده، بس ما عجبتنيش خالص بصراحه. الزغروطه دي برده سعرها 50 جنيه. عجبتني قوي بصراحه الهشتكه دي، طعم الكنافه اللي فوق كان حلو قوي، حاجه سيمبل كده اللي هو كنافه. دي معقده شويه، المسخسخه برده طعمها حلو وانا ما جربتهاش قبل كده، بس هي اقرب كتير جدا للتريليتشي. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات حابين نجرب ايه تاني من فين. انا بفكرك ان نون منزله خصومات بمناسبه شهر رمضان، فلو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كودز دي، هتاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.